كيف تابعت يعني الجانب الإعلامي في التغطية للحرب الدائرة في أوكرانيا من سواء في الغرب والجانب الآخر الروسي؟ والله أنا تابعت الجانب الصيني. لأن ماذا تابعت فيه؟ الجانب الصيني لأنه الموقف الصيني هو اللي أنا بفتكر جدير بالمتابعة، لأنه الصين لحد الآن واقفة يعني رجل مع المجتمع الدولي ورجل مع روسيا، باعتبار أنها هي المعنية بالخطوة الجاية، الخطوة القادمة من جانب الولايات المتحدة والغرب. وأنا بعتقد أنه دي واحدة من الوجوه تحت الصراع، ولذلك نحن أمام خطوات متسارعة نحو حرب عالمية أوسع. الآن هي حرب يعني كل خسران فيها، في الحرب كل خسران. بالتالي لاحظت أن المراسلين بالذات، خلينا نتكلم عن الجانب العربي، المراسلين العرب كل حسب الدولة اللي هو بيتكلم منها، يعني هو يدافع عن الدولة اللي هو منطلق منها وغير ملتزم بالموضوعية في الهناك، والكل منحاز من حيث هو يتكلم. لكن لاحظت في الصين أن هم بيتكلموا بشكل أوسع، لأنه هم ينتظرهم معركة في تايوان، وما يجري في أوكرانيا هي بروفة لما قد يجري في تايوان لاحقا. ولذلك العقوبات اللي تصدر على روسيا هي تقرب روسيا من الصين، وكل عقوبات اقتصادية هي مضرة للطرفين. الغرب كمان يضرب بالرصاص على أرجله، ما في اثنين ثلاثة، لأن روسيا زي ما هي حتتضرر الغرب، وحيكون وربما حيكون مضرر الأكبر، لأنه روسيا كمنتج للنفط والغاز كبير في العالم، أنه هذا اللي يجري الآن سيرفع أسعار النفط لما ممكن تصل ل 200 دولار. ولكن